عباد الله، بعث عمر برسالة إلى أبي موسى قال فيها: اعلم أن الصبر صبران، أحدهما أفضل من الآخر، الصبر في المصيبات حسن، لكن الصبر عما حرم الله أحسن. لا بد أن تعلم رعاك الله أن الحال لا تدوم على وتيرة واحدة، فما من بلاء إلا وخلفه فرج، والعكس بالعكس. تأمل في قوله تبارك وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فلا بد أن يعلم المبتلى أن الفرج آت لا محالة، فالمصائب والبلاء أيام معدودة ثم لحظات وتنجلي. قال بعض السلف: أفضل العبادة انتظار الفرج من الذي بيده مفاتيح الفرج. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، لا تجزعن إن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارضى به، إن الذي يكشف البلوى هو الله.